خالد نظن حتى مقبل من هذول الحجر جم نقولوا حتى كانت فيه تغييرات في الساعات الأخيرة ولا الأيام الأخيرة، وأنا بإنهاء مهام الأمين العام، بدأت بالأمين العام لمدة الجزائر، واليوم هي لحقت حتى رئيس مجلس الإدارة محمد رجم. نظن هل هي التغييرات يعني دقيقة ولا عندها هدف؟ المهم أنه هذا النادي هذا اليوم جبنا لاعبين كبار وصرفنا يعني وجبنا حبينا على الأقل نعطوا دفعة للنادي هذا، ولكن ثلاث يعني في ثلاث جولات تغير الرئيس. حتى فيه كلام خالد يقولوا أنه آخر لقاء يعني آخر فرصة للمدرب المولوديا راح تكون واسمه هذا الأسبوع، حتى أنه حتى لو النادي يحقق في نتائج يعني يلعب بطريقة كذا، ولكن يقول لك أنه الطريقة ماهيش تقنع. صحيح. اليوم احنا مانيش فاهمين خالد، هذه الانديه انا ديجا في ست جولات نحينا ست مدربين. اليوم المشكل راه في المدرب ولا راه في المسير ولا راه في يعني حتى الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم جا دخل لقى يعني نقول لك حاجه، نقول لك 60 مشكل 70 مشكل 40 مشكل.